بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. دروس من الحج المبرور. الدرس الحادي عشر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا ومرحبا بكم أيها الإخوة والأخوات إلى درس من دروس الحج المبرور. ضيفنا في هذا الدرس وفضيلة الشيخ صالح ابن فوزان الفوزان، عضو هيئة كبار العلماء وعضو اللجنة الدائمة للإفتاء. أهلا ومرحبا بكم الشيخ صالح مع الإخوة والأخوات. حياكم الله وبارك فيكم. أيام التشريق فضيلة الشيخ أيام فاضلة، يقول فيها الرسول صلى الله عليه وسلم: أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر لله تعالى. حدثونا عن أيام التشريق والعمل في هذه الأيام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أيام التشريق هي الأيام الثلاثة بعد يوم النحر، بعد يوم النحر ثلاثة أيام: الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر. هذه أيام التشريق، هي أيام أكل وشرب لأنها أيام عيد ولا يجوز صيامها، فهي أيام عيد، أيام أكل وشرب وذكر لله سبحانه وتعالى بالتكبير والتهليل والتسبيح والدعاء وغير ذلك، فهي أيام عظيمة. سميت أيام التشريق لأنهم كانوا يشرقون فيها اللحوم، لحوم الهدي، ينشرونها في الشمس حتى تجف، لذلك سميت أيام التشريق، وهي أيام عظيمة وأيام فاضلة تستغل في طاعة الله سبحانه وتعالى. ينزل الحجاج فيها في منى ويقيمون فيها ليلا ونهارا، وهذا واجب من واجبات الحج، النزول في منى. المبيت واجب، وأما البقاء فيها بالنهار فهو أفضل. كذلك تقصر الصلاة فيها من غير جمع، تقصر الصلاة فيها الرباعية إلى ركعتين من غير جمع، لأن النازل لا يجمع، المسافر إذا نزل يقصر ولكن لا يجمع، إذا كانت مدته لا تقطع السفر فإنه يقصر بلا جمع. هنا يغلط بعض الناس. النبي صلى الله عليه وسلم أقام في منى ثلاثة أيام، يقصر الصلاة الرباعية ولا يجمع، صلي كل صلاة في وقتها. هذا هو هدي الرسول صلى الله عليه وسلم في أيام التشريق، أيام أكل وشرب لأنها أيام عيد، وينهى عن صيامها إلا لمن ليس معه هدي. وقد فرض الله عليه يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله، فإذا تأخرت الثلاثة، ثلاثة الأيام عن يوم العيد، فإنه يصومها في أيام التشريق. بقول عائشة رضي الله عنها: لم يرخص في أيام التشريق أن يصمنا إلا عن دم متعة أو قران، فيصوم الثلاثة ولو في أيام التشريق. نعم. الذي يوكل الشيخ يوم الحادي عشر ويرجع إلى أهله لا يجوز هذا، ما أتم الحج. الله جل وعلا يقول: وأتم الحج والعمرة لله، فلا يجوز له أن يسافر إلا في التعجل في اليوم الثاني عشر، في اليوم الثاني عشر إذا رمى الجمرات الثلاث بعد الزوال وقبل غروب الشمس جاز له أن يتعجل ويرحل من منى. أما إذا غربت الشمس ليلة الثالث عشر فإنه يلزمه المبيت ويلزمه رمي الجمار يوم الثالث عشر، جمار الثلاث، ثم ينصرف. قال الله جل وعلا: الحج أشهر معلومات، فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه، يعني يومين بعد العيد، الحادي عشر أو الثاني عشر، ومن تأخر يعني أتم
الثلاثة في منى فلا إثم عليه لمن اتقى. والنبي صلى الله عليه وسلم لم يتعجل وإنما تأخر، وفعله هو الأفضل للمسلم. نعم. شكر الله لكم الشيخ صالح وبارك الله فيكم على ما بينتم في هذا الدرس المبارك عن أيام التشريق، جزاكم الله عنا وعن أمة الإسلام خير الجزاء. وشكرا لزميلي مهندس الصوت عبد الله المواش الذي سجل هذا اللقاء، كما أشكر فريق العمل في هذا البرنامج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.